درسي إبا أفري في سيليس تفسير سورة العصر تفي سورة الهمزة جوز صدمفة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. معنان آية توتكنا أكن در درسو سورة سورة العصر جأمتي إسين سورة مكاتي آيان إسئي سدي لكويس إسئي لبا في سدي إسين إيغا سورة شرحيتي بوته. بسم الله الرحمن الرحيم. جلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي. والعصر عصر إينا سيف خخدا عصرين زمن مهند تكا عصرين ويتي زهر إرّا هنگ مغربت تكا عصرين ربين كختين صلاة عصر إيتي وان ربين إسئين خختيف وان إسئين سواب قد ربي برتك أبدوفي دوبا عصر إينا سيف خخدي إن الإنسان لفي خسر نمني هندي خسارا يوكابدي كيس جرا الدنيا تنرت إلا الذين آمنوا يو ور ربي توكيشت آمني كان إرقما إسا محمد آمني كان أكسما إرقموت ربي هندت أمنتات ملي وعملوا الصالحات سنو ور إيغ أكست أمني وان غاري دلغ حق ربي إيغته حق نما إيغته وتواصوا بالحق ور إيمان وليدام كنين وان غاري هندرت والغرسن وتواصوا بالصبر ور أبس وليدام دل إرى أبسني ديسو تيو وان غار إرت أبسني وربين بوسه جالتو تيو مالف كرار ربي حقان دلقو اتهاجم أمو دلقان صبري يوكا أبسط هاجمت أما اللي الدنيا تن من مقر إيتي ربت أمن أوفي مل ولي أواني كراغاري وال أجيلتني دلقا حق أردت والقرقارني أبس اتهاجمت أبسان وان همتو هند جلا بياني وان غاري هند ارغتني تناف ربين صلاة في أبسان صلاة في صبرين دلقات سنرت غرغار سفت لاجئ قرآن كيست آية برا كيست نؤجج نمني وان أبرت صبري سوابني إسالك كينك أبو تناف ججة ونن إسنين جأو أك خسارة الدنيا آخر آجلا باتا إيمان في دلقا قارئي في حق أردت والإتسؤو في صبري يوكا أبسا وليتام جبيسا وللو خرار ربي هكا أبسي إسرتي هنگ ربي هنك برانسي قيوتي شيطان في نفسين إرقى عذابتي سران جالتني خراج النتاتي تفسير.